ما شاء الله تبارك الله، شرائط الصباح في جبل حبس في محافظة الدائر بني مالك. ما شاء الله تبارك الله، هنا نزول الريف بجبل حبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبنى 4 أدوار، ثلاثة أدوار منها يوجد فيها غرف مجهزة، والدور الأخير يوجد به استراحتين، كل استراحة بمجلس وغرفة ومطبخ وإطلالة. ما شاء الله تبارك الله على الإطلالات الجميلة في جبل حبس بالدائر. الله صباحكم بكل خير ما شاء الله. أنا حياك الله، صبحكم الله بالنور. مرات ابو خالد حسن، يا هلا يا هلا، جبار الحبس المالكي ما شاء الله تبارك الله، واخوي جبران جبار حياكم الله. الله يبارك لكم ان شاء الله. ما شاء الله، إحدى مزارع الذرة في جبل حبس بمحافظة الدائر بجازان. ما شاء الله، هذا النوع من الطماطم سلطات جاهزة.
جبران جبار محمد حبس المالكي. نعم والله. حياكم الله، هذا التراث ابائنا واجدادنا. من جميع ما اشوف عيونكم في الموقع. عندك يا طويل العمر الغرب، وعندك براريد، وعندك طباخه، وعندك دله، وعندك روادين قديمه، وعندك سلطان حق الحفلات جميع القبل. هذا البيبسي والريد الله يرحمه الوالد ويرحم جميع المسلمين، حصلته بعده في البيت حقنا في القرية اللي فوق. هذا ادوار الاعمار من هنا، وكذا ادوات حراثه تابعه للحراثه، المزايا اقطاع الجبل لان ما تحرث بتهام هذا النوع. هذه وهذا اسمه العلاء، يجمعون به الطحين كذا. هذا اللي طوال الاعمار التراث ابانا واجدادنا، وهذا الدله، وهذا لبس قطاع الجبلي النسوان والرجال، هذا لبسهم الجميل اسمه. ايوه الجميل يستخدم للذره، دوس الذره. ابواب قديمه، اربعه ابواب قديمه. هذا المغسله حق الموتى، مصرب الان يقولون ماسوره، هذا كان يحطونه في البيت. الميزان، نعم الميزان، عشان ينزل ايوه عشان ينزل منها المويه. ايوه ينزل في الأب. هذا مخزن حق الحبوب، يعني شوف ابوابها كيف الدريشه كيف مسوينها، سجن مخازن الحبوب، حق الحبوب. ايه مخزن علشان ما يخش احد من هنا، شوف هذا ما وتحدد تحصل الحديد هذا الان ما فيه. هذا يا طويل العمر الشرفه، يحطونها على البير يعبون الحلال منها يشرب ويمشي. هذه شوف هذا من المطر، هذا وصل يعبون فيه الذره زي ما انت شايف يشيلونه. هذا موحد يحطون فيه الذره يشتغلون فيه، يحول الحق زي ما الان انت تسويه في الجريد. هذا مستعد يعني ماشي الحال. هذا المذبح حقنا الاول، نفس المذبح. ايوه ولا انا فيه هندور. هذا جديد زمان، هذا تابعه للقشر من هنا وكذا، كل هذا الصافي ما شاء الله. عرفت يعني يفرقون بين هذا حق القشر وحق هذا، يخمدون فيها المويه على النار ما في قزي اليوم، ويصبون منها هنا يخمدون هذا ثاني مره يتكهرب. هذا الملعقه يحمسون فيها البن. هذا يا طويل العمر البنادق القديمه، عندك هطفه، عندك نبوت، عندك ساكتون، عندك اثنين براغي. هذا مونة الشوزة. هذا يا طويل العمر يسوونه الفراش رف، عندنا نقول رف. هذا يحطونها للجونه للقعبه يعني زينه، شفت. هذا يا طويل العمر كلها جول، هذا منسف، هذا جراف. الله. هذا الطفشه اذا في راعيه او شيء بالغنم تحط على راسها من الشم. هذا قمقم، هذا هو. ايوه. للحمه ولا نعم للحمه، يقطعون اللحمه فيه. ايوه. تخزين اللحمه ولا طبخه؟ بس وين الشغل ذا؟ ما عندكم. ها؟ هذا للطبخ ولا للتخزين؟ لا للطبخ. طبخ. عشعوش اسمه. بلغتنا. يحطونه. وحط الملابس فوق وحط البخار من تحت. للتبخير، التبخير الملابس.